حبينا ان فعاليه القرعه هذه تصير هوني بين في الاداره الوطنيه للتحكيم اللي شفت كما شفتوا الفضاء يسمح اجراء هذه القرعه هوني. قلنا كما كيف احنا عملنا ثلاثه ادوار في نفس الوقت خاطر ضغط الرزنامه وماذا بينا يكون عندنا جميع المباريات واضحه قدامنا خاطر بعض العديد الانديه عندها مباريات افريقيه. هذاك علاش قمنا بالقرعه توا وكما قلنا بقدره ربي ان شاء الله التواريخ نتاع هذه المباريات هنا الاول اسبوع تكون موجوده بعد مصادقه عليها من المكتب الجامعي. قلنا انه فما عديد التغييرات طرأوا على الرزنامه في هذه الايام الاخيره من تحديد موعدي النهائي السوبر الافريقي والتونسي. الاول تونسي ان شاء الله شهر 24 فيفري والافريقي 29 مارس. كيف تم تاخير في بدايه الكان ومباراتين افريقيا مع التحضيريتين للمنتخب الاولمبي ضد المنتخب الجزائري 16 و19 فيفري خلاو تغيير صغير صدر على الرزنامه. هذاك علاش اللجنه الفيدراليه باش تقوم باعداد رزنامه صدق عليها المكتب الجامعي وتكون عندكم ان شاء الله في اقرب الاجال باش الجميع ينجم يحضر نهايه الموسم في احسن الظروف.